تكريم عائلة الشهيد حسين الصافي. جوار الشيخ قدم تكريمه لعائلة الشهيد حسين الصافي. أهدى من عائلة الشهيد صادق السبت للشهيد الغيرة محمد يعقوب. وتكريم من عائلة الشهيد صادق السبت لعائلة الشهيد الصافي. الآن تكريم أهالي سترة لشهيد الغيرة شهيد محمد يعقوب. نيابة عن أهالي سترة يقدمها والد الشهيد علي الشيخ لعائلة الشهيد محمد يعقوب شهيد الغيرة. يقدم نيابة عن أهالي سترة والد الشهيد علي المؤمن تكريمهم لعائلة الشهيد الصافي. نطلب من آباء الشهداء صورة جماعية. تفضلوا إخواني.